يا مساء الخير والعافيه والصحه والسلام على كل شخص يتابعنا حاليا. اكيد احنا اليوم بلشنا وياكم بحلقه جديده من برنامج لعبتنا نار. اكيد مشتاقين لك كيسه. شلونك؟ شو اخبارك؟ مساء الحمد لله بخير. مساء الخير عليكم والعافيه عليكم مشاهدينا الكرام. اكيد لعبتنا اليوم نار وشرار. ثلاث فائزين شو؟ أربعة. هاي ما جيت اليوم. ما جيت صار اليوم ما جاي يعني. المهم عندنا أربع جوائز يومية مشاهدينا. أكيد جوائزنا قيمة وجائزة الكبرى اللي أبد ما ننساها اللي هي كي سبورتج 2021 هذا الشهر الفضيل راح نتم السحب عليها. طبعا أكيد اليوم حلقتنا حتكون غير مختلفة جدا باختلاف اتصالاتكم اللي راح تظهر أرقامنا أسفل الشاشة. ثلاث أرقام موجودة بإمكانكم تتصلون علينا. عندنا ثلاث أسئلة. نعم. فوانيس. حروف وكلمات. وبعد. ذكريات عراقية. الله ويا ريتكم بالذكريات العراقية تشرفونا. فريقين، فريقي وفريق داليا. يلا. هو بالتالي أكيد يعني فرق ماكو بس احنا المزحة. إيه بس المزحة طبعا. إي طبعا. يلا نذكر جوائزنا، جائزتنا الأولى من مركز برايد بيوتي ومركز ومجمع العلوية الطبي وبعد. ومركز ماكيرا رنا وأيضا أزياء توفي للملابس النسائية، طبعا أزياءهم كلش حلوة يعني براندات عالمية، بالإضافة إلى مثل ما قال عيسى الجائزة الكبرى اللي هي مقدمة لكم من برنامج لعبتنا نار ومن قناة زاكروس الفضائية. طبعا ننوه بشيء مهم كلش انه جوائزنا هي ليست جوائز نقديه. نعم. على مود كل اللي يفوزون ويانا على مود يعرفون كلها هي جوائز خاصه بالمجمع خاصه بالمركز. يعني انه انت نحيت ابتسامه هذول اي هاي الاشياء هاي لعبتي اي شو اسمه يعني تنظيف فيلر بوتوكس تكساس خيوط ذهبيه ذني طبعا هذه الجوائز اللي احنا دا نقدمها طبعا دا نلاحظ انه يعني احنا مو كل البرامج تقدم هيك جوائز قيمه ومفيده تنفع نساء ورجال. احنا بالدرجه الاساس انه نحاول نسعدكم بقدر المستطاع واكيد احنا يفرحنا باتصالكم اللي موجود. دائما ننوه كل اللي فازوا ويانا بالحلقات السابقه طبعا خلينا لهم انه وقت اسبوع بهاي المراكز. كل الاسماء طبعا مشكوره هي الاعداد الاستاذ علي فعر اللي هو دائما مواكب بموضوع المجمعات متابع كلش دقيق بارسال الاسماء اول باول. يعني انه انت فزت وياي بالحلقه ثاني يوم تقدر تروح انه اوتوماتيكيا تروح تستلم الجائزه مالتك. اوكي يلا نبلش بالاتصالات. يلا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. اللهم لك الحمد. شلونك يا حبيبي؟ هلا يا حبيبي. منو جاية؟ وياك أكرم محمد جميل. أكرم محمد جميل. أكرم من وين؟ من بغداد. حياك الله أكرم. أكرم هسه أنت وياه من وين دلول وياي؟ كنا العراق. الله. شنو؟ يقول كنا العراق. يلا المن. لا ده فوزي. يلا اكرم يلا ما دام قلت اي واحد انت دخلت ويانا بالقرعه. يلا شكرا جزيلا. شكرا لك سامي. يلا يلا انت صار. يلا الو الو رمضان كريم. الو الو رمضان تعبنا مو قاعد تعيش ايش تقول؟ اي تعبنا مو؟ لا تعلمنا على قاعده البيت. الو الو رمضان كريم. رمضان كريم يمكن بعده نايم. يمكن مو بس نايم. ماكو ويانا. امجد من الديوانيه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شلونك امجد؟ الله يسلمك. بس رمضان كريم علينا وعليك يا ورده اجمعين. تحياتنا لكل اهالينا في الديوانيه. اهلا وسهلا بك امجد. امجد اعطيني اسمك الثلاثي. امجد جواد. انا امجد جواد. امجد شنو؟ جواد. امجد جواد. جواد شنو؟ امجد جواد محمد. نعم حياك الله امجد. امجد شنو تختارني لو تختار عيسى لا سمح الله؟ والله نفس الشيء يعني ما تفرق ان شاء الله بيني انت من تختار امجد؟ ماكو فرق يعني. ماكو فرق. يلا ما يخالف بس اختار واحد. اي من تختار؟ عادي يعني انت مثلا ها كيفك يسار انت يلا الله يلا جاهز يلا عندي اسئله لعبه فوانيس وياك عندي ارقام من 1 لـ 8 اي رقم تختار؟ يعني نختار رقم 2. تختار رقم 2؟ يلا اوكي هسه خلينا نشوف الارقام.
يلا رقم اثنين، هذا رقم اثنين يا امجد. يلا خلينا نشوف اثنين ايش عندك. قطع الاتصال. طبعا امجد دخلت وياي بالقرعه وشكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر. قطع الاتصال يلا. رشا. هلا ورشا. رمضان كريم علينا وعليك. حياتي. علينا وعليكم. الله يخليك جلو حبيبتي. حبيبتي شلونك؟ منوره الشاشه تخبلين. شكرا حياتي. رشاوي الورده. الله رشا اعطيني اسمك الثلاثي. رشا محمد فاضل. اسمك دخل يانا في القرعه. صدق؟ طبعا صدق. مو صدق. لا مو صدق. رشا من وين انتي؟ انا من بغداد جس ديالي. حياة الله. حياتنا إلك وتحياتنا لكل أهالينا في ديالة العزيزة. جسر ديالة. جسر ديالة. يعني هي مو بديالة؟ لا 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 جسر ديالة. بغداد جسر ديالة. سوري. يعني أطراف بغداد. المهم تحياتنا لكل مناطقنا العزيزة بالتالي. شكرا لاتصالك، اسمك دخل يانا في القرعة رشاوي. يلا ألو. آية. أيو. أيو الحلوة. لا حياتي. ايو القمر شلونك؟ ايو دلعهم دلعهم. حياتي ما قمر غيرك. هو طبعا انت تدلعيهم على مود ياخذوك. ايو والله العظيم. صايره هذيك الحلقه وهاي الحلقه تربطك بجمال. يوم في دوه يوم في دوه. ايو حياتي. ايو اعطيني اسمك الثلاثي. اسمي آية خليل إبراهيم. آية خليل إبراهيم تحياتنا إلك أيو الحلوة. اسمك دخل يانا في القرعة. أوي شكرا. عفوا. هاي هاي شنو هاي؟ مؤامرة؟ مؤامرة. والله هاي مؤامرة. ليش؟ ها؟ ليش؟ أنت ياهلي دي خبرك. إيه ولين يتغزلون بيا؟ يا عيني. والله العظيم هسه كلهم راح يخبرون يتغزلون على ود. لا 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 هاي لا خلاص خلاص. يلا ناخذ اتصال. اتصال. عمار خميس. أهلا وسهلا. السلام. هلا وبيك، شلونك عمار؟ رمضان كريم. علينا وعليك اجمعين يا ورده. اشكرك والله ودي اشكرك عيني. اهلا وسهلا عمار، من وين تتصل بينا؟ من بغداد. من بغداد، حياك الله عمار. عمار اني لو عيسى؟ لا ماكو فرق ان شاء الله، بس اكيد عيسى. الله يلا يا حبيبي عمار، شلونك؟ رمضان كريم. لا 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 دقيقه. رمضان كريم عليك. شو اخبارك؟ هي بس دخلت تستوعب الصدمه. شلونك عمار؟ الله يخليك. شو اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. من وين انت عمار؟ من بغداد. الله يسلمك، حياك الله وكل اهل بغداد. ايش قد عمرك عمار؟ 35 سنه. العمر كليته لك ان شاء الله، شلونك بالذكريات العراقيه؟ والله نوعا ما نقول ماشي الامور. اوكي يلا تعال خلي نشاهد الذكريات العراقيه وخلينا نشوف انت شنو اهتماماتك، فنيه رياضيه؟ انا حاليا يعني اكثر شيء فنيه، بس مرات تخوننا الذاكره. ها فنية. يلا هسه انت تشاهدني من التلفزيون اوكي؟ اني لا والله بعيد شوي عن التلفزيون، لازم اشاهدك من التلفزيون. اي بس باوع علي اوكي؟ اوكي ماشي. واهم شيء لا تعلي صوت التلفزيون. نعم؟ اهم شيء لا تعلي صوت التلفزيون. يلا اوكي ماشي نفس صوت يلا. التلفزيون. يلا هسه باوع على الشاشه راح نشوفك ماده اوكي؟ خلينا نشاهدها. نعم. يلا خلينا نشاهد هالماده. ثلاث شخصيات فنية. هيثم يوسف بن نور. حلو. ايه. بعد. مهند محسن. حلو. بس هذا المنار قصاني ما اعرفه يعني. نمير. شكل قديم. نعم. نمير شنو؟ نمير نمير عبد الحسين. حلو. احسن. طبعا نورتني وشكرا جزيلا، شكرا لاتصالك، اكيد اسمك دخل وياي بالقرعه، تابعنا لنهايه الحلقه وان شاء الله تكون وياي فاز، شكرا جزيلا لك. يلا عندنا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك؟ الحمد لله خير. كل عام وانت بخير، رمضان كريم. وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم، من عاد الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله، من وياي؟ معك ابو نور من ادراك. حياك الله ابو نور، شلونك ابو نور؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. الله يسلمك ابو نور. اعطيني اسمك الثلاثي بالبدايه. طالب سعيد رشيد. طالب سعيد رشيد. طالب سعيد رشيد اوكي. طالب. ابو نور لمن تختار؟ تختارني لو تختار داليه؟ فارس.
ها؟ فارس. خال فارس. 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 فارس اسمك مو أبو نور؟ نعم نعم. أوكي. أبو نور لمن تختار؟ تختارني لو تختار داليا؟ لا اختارك، لازم اختار الجنس مالتي. اوكي هاي شنو والله بما انه انت اختاريتني فيسبوك دخلي معي بالقرعه. يلا شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال. مهدي. وعليكم. عليكم السلام والرحمه، شلونك مهدي؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله يسلمك مهدي. مهدي انطيني اسمك الثلاثي. مهدي برهان كريم. مهدي برهان كريم. نعم تحياتنا لك مهدي، من وين تتصل بينا؟ من ديالة. من ديالة. نعم تحياتنا لكل اهالينا في ديالة. مهدي تحياتنا لكم. نعم شنو تحب؟ تختار اسئلة منوعة لو احرف وكلمات لو ذكريات عراقية لو فوانيس؟ اسئلة منوعة. اسئلة منوعة يعني فوانيس. يلا يلا. نعم. تعالوا ويانا مهدي. نعم. للشاشة دا تتابعنا انت صح مهدي؟ نعم نعم. اوكي يا رقم تختار؟ ان شاء الله رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. خلينا نشوف شنو سؤالك. رقم ثلاثة سؤالك يقول كهرمانة نصب لفتاة إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، وهو من عمل النحات العراقي الشهير. يا نحات السؤال صعب عليك مهدي؟ اي نعم. زين نغيره؟ شنو رايك؟ بارك الله فيك. راح اغيره من يمي. اوكي؟ نعم تفضل. ما اسم مركز مدينة ديالة؟ بعقوبة. عاشور. اسمك دخل ويانا في القرعة مهدي، تابعنا لنهاية الحلقة. شكرا لاتصالك. يلا. يلا الو اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونكم عين؟ هلا يا حبيبي، شلونك انت؟ رمضان كريم الحمد لله. علينا وعليك بالخير والبركه. جعفر رائد من بغداد. جعفر رائد من بغداد، شلونك جعفر؟ نعم حبيبي. شو اخبارك؟ الله يخليك. ايش قد عمرك يا جعفر؟ 19. 19؟ العمر كله لك ان شاء الله. جعفر انت فريقي فريق دلو؟ اكيد دالي. اكيد دالي. الله يعني اكيد داليا منوره. شكرا في الوجه. اكيد داليا. تسلم يا ورده. شنو اسمه؟ جعفر. جعفر جعفوري شلونك؟ الله يخليك. شلونك بعد؟ جعفر الله يسلمك. اعطيني اسمك الثلاثي. جعفر راد محمد علي. اها جعفر نلعب وياك لعبه الحروف؟ لا لا اعطيني اسئله رياضيه. اسئله رياضيه. هذه عن ذكريات عراقيه. ذكريات. تعال وياي للذكريات. يلا جعفوري. شاطر شاطر جعفر. شطورة. شاطر. يلا خلينا نشوف. اها جعفر تشاهدنا انت؟ لا لا عوف عوف تشاهد، ترى ما اتذكرهم كلهم. لا شنو؟ شو تريد؟ اعطيني سؤال يعني سؤال وانا جاوبت عليه. هو لاعب مثل المنتخب الوطني في اساسي. هو لاعب طبعا جديد. 2007 كان احد الابطال. ها؟ مو انا مو طلعت. تمام مهدي اختصارا لهاي الامور اسمك دخل ويانا في القرعه. شكرا شكرا شكرا. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. يلا بعد اني واني قوي. مو ما يشاهدنا ما شو اسوي له. ها عبالي اكو اسئله رياضيه. ها؟ عبالي اكو اسئله ما يشوف صور يعني. يلا ماشي. يلا الو. الو السلام عليكم رمضان كريم. علي انا وعليك، شلونك عيني؟ الحمد لله تمام بخير. انت شلونكم اخباركم؟ والله احنا زينين اذا انت زينه. من وياي؟ والله نرمين احمد محمد من كركوك. نرمين احمد محمد من كركوك، شلونك نرمين؟ بخير الحمد لله تمام. عيسى الله يسلمك. ممكن اسال سؤال؟ يلا نرمين تعال وياي على الشاشه. ابى اشوفكم اذا من المحافظات شلون يعني تقدر تاخذ الجائزه اذا اللي من الشاشه من كركوك. يعني باعي شوفي بالنسبه للي يفوز ويانا بالجوائز من بخصوص المحافظات يعني نعم. بامكانه انه يجي لبغداد يعني هي جائزه نخليها سبع ايام احنا. والله شلون اوصل بغداد اخويا؟ يعني شلون لعد؟ يعني هو احنا هاي جائزتنا يعني هي موجوده بالمراكز. يعني بس ببغداد؟ هي كلها ببغداد. عندك احد ببغداد او من ينوب عنك ببغداد يراجع عنك هنا؟ والله احد ما عندنا ابد.
ان شاء الله تكونين فائزه ويانا بالسياره. انت اوتوماتيكيا اسمك يدخل وياي بالقرعه ان شاء الله. اوكي وبس احنا على مود شو اسمه نلعب شوي ونا. ايش قد عمرك انت؟ 41. العمر كله يتعلج. دخلتي وياي بالقرعه وتابعين نهايه الحلقه، ان شاء الله تكونين فائزه ويانا وان شاء الله هم تكون السياره من نصيبك. ان شاء الله ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا وشكرا لاتصالك، ممنون منك. يلا عندي اتصال. الو. شنو هاني؟ يلا خذ اتصال. يلا ناخذ اتصال. الو. الو رمضان كريم. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. ممكن تشارك؟ اي ممكن حد يقول لي شاركتي. انصدم. منو جاية؟ شلون شلون صحتك؟ اهلا وسهلا حبيبتي. حلوة القلب. منو جاية؟ سهام عبد الله. سهام عبد الله شنو؟ عمران. عمران نعم. سهام من وين تتصلين بينا؟ من بغداد. من بغداد. سهام ايش قد عمرك؟ كثير اني مو على بالك صرت صغيره. ايش قد؟ قلت كثير اني مو صغيره. حبيبتي يعني ايش قد عمرك تقريبا؟ 20؟ لا يا معود راح اخليه يعزك 18؟ عيسى يقول لك 18؟ يا راح تسوون 10 سنوات. العمر كله لك ان شاء الله. سهام الله يخليك. الله يسلمك. انا موت عليك قد احبك. حياتي انا هم احبكم كلش هوايه والله العظيم. تسلمين يا عمري. طبعا انتم منورين الشاشه. شدوا العمر. شكرا لك، هذا نورك. تسلمين يا ورده. الله يخليك يا عمري. انت اكيد فريق دلو، انا راح اقعد. انتظر. لا بالعكس بالعكس اخ عزيز وعلى راسي. الله يسلمك. يا ربي يحفظكم ان شاء الله. يسلم راسك. عليكم، الله لا يحرمنا من وجوهكم هاي الطيبه. الله يحفظك. حبيبتي اسمك دخل ويانا في القرعه سهام. شكرا لتفاعلك يا وردة. طبعا اشكرك واشكر شعورك هذا الحلو. طبعا ما شاء الله روحك كلش حلوه ويعني حلو هذا الكلام. شكرا على هذا الكلام اللي كلش حلو، اكيد نابع من طيبه قلبك واحساسك المهم. اي والله شكرا حبيبتي. يلا عندنا اتصال. الو. 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 الو شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. اجمعين قلبي علينا وعليكم. شو اخبارك عيني؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله دوم. وياكم امال اسماعيل محمد. امال اسماعيل محمد. امال من وين؟ بغداد. حياك الله. ايش قد عمرك امال؟ شلونك؟ هلا وحبيبي. هلا اموله شلونك انت؟ هلا وقلبي، انا صديقه البرنامج اتصلت قبل كم يوم بيكم. امال والله صوتك اني اول ما قلتي امال وسمعت صوتك قلت هذا صوت مو غريب علينا الحلو. هي. حبيبتي اشكرك. عمري انت يا ورده اموله. يلا امال وياي لو ويدلو؟ اكيد ويدلو. لا انت اكيد ويدلو. شوفي انا بدون ما تقول لي لا انا حقول لك. انت انا شكل يوم كل يوم كان وياي. لا اتصالاتك؟ لا انا كنت اتصالات. يلا بعدي طلب يمك الله عليك يعني اتمنى تاخذين رقمي. اي حبيبي. عيوني الك. جميلي قلبي. شنو حبيبي الطلب؟ ما اقدر اقوله على الهواء. زين تبقين على الكنترول وبعدين يقولوا لي؟ اوكي. يلا واسمك دخلي انا في القرعه؟ نعم شكرا لاتصالك امال. يلا شكرا جزيلا شكرا لاتصالك، يلا عندنا اتصال. الو. الو. شلونك يا حبيبي؟ حبيبي الغالي ورد. كل عام وانت بخير. ربي يحفظك، كل عام وانت بخير. الله يسلمك، رمضان كريم عليكم وعلى العائله ان شاء الله. الله يعيدكم غازي رحمه الله واجيك. الله يسلمك، من وياي؟ أنا رائد من البصره. حياك الله رائد، تحياتنا كلها هنا بالبصره حبيبه. الله يحفظك يا رائد. اعطيني اسمك الثلاثي. حيون برنامجك الحلو الممتع. الله يسلمك، انت الممتع. الله يخليك حبيبي. الله يحفظك، رائد اسمك الثلاثي. حبيت اشارك وياكم اليوم. على راسي، شاركت انت. اعطيني اسمك الثلاثي رائد. أنا رائد سهم سلمان. رائد سهم سلمان. رائد انت فريقي وفريق دلو. لا وياك انا للعرق وياك. الله والله للوحه. والله العظيم دخلت وياي بالقرعه. انا دخلت او ما دخلت حبيتك وحبيت برنامجك. على راسي والله، انا هم احبكم والله العظيم. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك وشكرا لاتصالك، ممنون منك رائد. على راسي حياك. يلا ناخذ اتصال. الو. اكو هاي قبل هاي كان اسمها مكشاره ما ادري وين.
يعني شنو الكشارة عيسى؟ ها؟ الكشارة؟ يلا ناخذ الكشارة. قشرون بيها. ها البوتيتا. ها؟ قشرون بيها البوتيتا. هاي المكشارة. اي بعد شنو بعد؟ ما ادري ما اعرف. اكو غير مكشارة؟ لا يعني ما اعرف ما ادري. اكو تقشير بشرة. اكو ما ادري. اكو مكشاره جديده اكو مكشاره جديده اكو دمان جديد تعبين الدمان انت مو تاع الدمان ناخذ اتصال الو 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 السلام عليكم يا مية حلو رمضان كريم علينا وعليك علينا وعليك اجمعين يا ورده من وياي ان شاء الله الله يسلمك عيني انت ورده مصطفى نبي الماجد هلا هلا بصوفي شلونك مصطفى الله يخليك ترى يسلمك اهلا وسهلا بك مصطفى مصطفى من وين تتصل بينا من بغداد من بغداد حياك الله يا صوفي مصطفى لما تختار انت هلا حجة صوفي هو اتصال لك اتصال لي تلاحظ مصطفى جمهورك واحد يتصل علي واحد يتصل علي مصطفى شو تحب ذكريات عراق ايش قد عمرك مصطفى؟ بسال عربية ها هاي الثانية مو الذكريات ايه فوانيس؟ فوانيس يلا تعالوا يا الفوانيس اللي هي اسئله عامه طبعا خلينا نشوف شنو سؤالك اي نعم يلا اوكي تمام اسمعنا من التليفون مصطفى اي نصي نصوت التلفزيون ايش تختار يا رقم مصطفى رقم واحد تمام خلينا نشوف شنو سؤالك رقم واحد حي إدراغ من الأحياء البغدادية الجميلة يقع في منطقة المنصور عافية حول المنصور مصطفى أرى شو تعشتر بها ميت أجدة الله خليك تحياتنا إليك طويل الله يحفظك عيني دخل يعني شكرا جزيلا لك وشكرا لاتصالك يقشر مو؟ اي ها؟ اي طبعا سلام ماكو واحد ما يقشر سبحان الله يلا عندنا اتصال الو الو رمضان كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك؟ الحمد لله زين شو اخبارك؟ الحمد لله من وياي؟ افراح عبد المنعم افراح عبد المنعم افراح انت متصل عنها سابقا مو؟ ثلاث مرات الله افراح طبعا انت فايزه ولا ما فايزه؟ ولا مره صدق؟ لا شلون؟ بلكت الله اليوم تفوزين هم ويانا ها؟ بس انت اليوم يعني شوفي بعيدا عن حلقة اليوم اوكي؟ وانت وين انت وين بيتكم؟ بالنجف تقدرين تجين لبغداد لو ما تقدرين؟ اي اقدر اوكي ملابس العيد علينا ها هي بس اسبوع مراجعتك تمام متفقين؟ يلا هسه اسمك على ازياء توفي بامكانك انه بدون قرعه اسمك دخل طبعا هاي مساعده من الكنترول صح اوكي وفزت ويانا بجائزه من ازياء توفي بس اسمك الثلاثي افراح عبد المنعم افراح عبد المنعم يلا افراح اسمك هسه صار يا ام ازياء توفي ب 14 رمضان بالمنصور تواصلوا وياهم عندهم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وان شاء الله جائزتك توصل لك. ان شاء الله. على راسي يلا شكرا جزيلا. شكرا اتصالك حبيبتي يلا ناخذ اتصال اخر. الو مرحبا. مساء الخير. مساء الانوار والسرور. رمضان كريم. علينا وعليك حبيبتي اجمعين، من وياي؟ خلود من واصل. خلود. شلونك خلود؟ الحمد لله بخير. نعم تحياتنا لكل اهالينا حبيبتي شكرا. شكرا لك. تسلمين يا ورده. خلود انطيني اسمك الثلاثي. خلود راضي ماهود. خلود شنو؟ راضي ماهود. خلود راضي ماهود. ماهود. خلود شنو؟ حروف وكلمات. حروف وكلمات. حروف وكلمات على السهل. تحبون الحروف والكلمات.
يلا راح نعطيك حرف الواو. واو. يلا. اي بنية. ماشي. ولا. حلو. ولد. وائل. حلو. جماد. ورق. حلو. اي ورق. يلا نعم. اوكي. نعم. نبات. نبات. اي. ايه. ورد. 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 اي 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 ورد يعني. اي خلى براسي ورد. يلا دولة. دولة. او مدينة. دولة. انت مين؟ واو. مين انت؟ ما اعرف دولة. واسط. واسط. يعني انت من واسط ما تعرفين الواو بواسط. شكرا اتصالك حبيبي. اسمك دخل يعني في القرعه. ينسون اكو اكو متصلين رحبة. اي صح. يرتفع. هو اي شخص اي بس لازم عنده سرعه ويكون دقه وتفكير وتركيز. تركيز. هي نفس الشيء تقريبا. هذيك اهم سرعه. يلا عندي اتصال. الو. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا استاذ. شلونك يا عيني؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير تسلم. من وياي؟ إيه اني شاركت وياكم بالبرنامج وفزت بس هسه راح اشارك بس ما اخوي. فزتي؟ دقيقة استلمتي جائزتك اهم شيء. لا بعدني باكر اروح. ها يعني تواصلتي وياهم؟ لان مرت اخوي تريد تشارك. يلا شنو اسمها؟ بس مسعود داوود. بس مسعود داوود، يلا وينها بسمه؟ بس مسعودة. بس ما بس فدوة نصنا صوت التلفزيون. ايه. يلا وينها بسمة؟ بسمة. هي موجودة بس تحت احجاني مكان. يلا دخلت وياي بالقرعة بسمة. يلا شكرا جزيلا شكرا لاتصالها. بس يلا. بسمة من بغداد. ايه. يلا ناخذ اتصال. الو. يقين. هلا بالورد شلونك؟ هلا حبيبي يقونة شلونك عمري؟ حبيبتي شلونك اخبارك؟ اهلا وسهلا حبيبي يقونة. يقين اعطيني اسمك الثلاثي. يقين عبد السادة. شنو؟ عبد السادة شنو؟ عبد السادة اصلي جدي. ها؟ خرابة. تمام. يقين. ها حبيبتي. حبيبي من بغداد تتصلين بينا؟ ايه من البلديات. نعم تحياتنا لكل اهالينا في البلديات. يقين ايش قد عمرك؟ عمري 21. يلا العمر كله. يقين شنو؟ شو تحبين؟ ها؟ قلت لك يقين عبد الزادة. اوكي لا شنو تحبين؟ ذكريات عراقية؟ لو فوانيس؟ لو احرف وكلمات؟ احرف. اكيد احرف. يلا راح نعطيك حرف الياء. اسم بنية. اسم ولد. جماد. نبات. خيار. ها لا يا 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 حرف الياء. جاب الخيار على الياء. الشجر هو ياء بالخاء. يا 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 شلون بلا خيار؟ خيار يا شنو بنية شنو؟ خيار يا شنو؟ خيار يا ماما بنية. ولد ياسر. جماد. خيار. لا مو خيار. والله راح يخلص رصيدي يا دلو حبايبي. يلا حبيبي اسمك دخل ويانا في القرعه. عمري شكرا. شكرا جزيلا. احلى الخيار. خيار. يلا ناخذ اتصال. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام حبيبي. رمضان كريم. علينا وعليك عمري اجمعين. من وياي؟ حياتي. هلا عمري. اخ شلونك عيسى؟ هلا عيني شلونك؟ شخبارك؟ شخبارك؟ صحتك احوالك؟ تمام الحمد لله. انت والله انا زين اذا انت زينه. شخبارك انت؟ تمام الحمد لله. يلا من وياي؟ انا ويا غدير. غدير. غدير اسمك الثلاثي؟ غدير محسن علي. غدير محسن. غدير انت هم اتصل علينا سابقا مو؟ لا هاي اول مره. الله غدير بس صوتها مألوف. اي صوتها مألوف. غدير انت فريقي فريق دلو؟ نفس الشيء اثنيناتكم. لا اختاري واحد. اختار واحد. اي لا شلون؟ يلا يلا اختار دلو. يما حياتي يما في الدول. حياتي اليوم نوري مشياكي. نورك. نورك هذا. نورك حبيبي. حبيبي. اسمك؟
دخل ويانا في القرعة. شكرا. حبيبي دلو. حبيبي قولي قولي قولي. القرعة القرعة خلصوها عدل يعني خلصيها زين. صار تدلو اليوم هيجي. أمر. صار. صار عمري شكرا شكرا لاتصالك. هيجي اليوم. أوكي. يلا. يلا. اتصال ألو. ألو. استبرق شلونك رمضان كريم؟ استبرق. استبرق رمضان كريم. تي على الجو وياي. استبرق. استبرق. كن استبرق ما تسمعنا. يلا عندنا اتصال ثاني. يلا ألو. ألو. والله ألو. نذكر برعاياتنا، طبعا رعاياتنا مقدمه من مركز برايد بيوتي ومجمع العلوي الطبي وبعدين داليا ومركز ماكير رنا وازياء توفي للملابس النسائيه. كل شخص يربح ويانا من خلال حلقاتنا السابقه او يفوز بها الحلقات المقبله ان شاء الله عنده مده اسبوع يراجع بها. نذكر ونرجع نذكر جوائزنا مو نقديه، جوائزنا خاصه بهاي المراكز وخاصه بهاي، يعني اذا ازياء توفي فهي ملابس راح تطلع لك، واذا مراكز فهي هاي موضوع مواضيع التجميل ما تجميل لحيت مثلا ابتسامه هوليود يعني مثلا شفط ذقن يعني تكساس ايضا فيلر بوتوكس يعني هاي الامور. فاحنا بما انه جاينا العيد فلازم شويه تعديلات على العيد وامور ترميم ترميم ما ادري اني سمع اي طبعا ترميم سمعت انه اكو حظر يعني يعني نسوي بعد البيت اي رمموا رمموا بالبيت الزوجه زوجتها شيلو يلا الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، من وياي؟ انا نور، ممكن اشارك وياكم؟ انت شاركتي وياي بس اسمك اسمك الثلاثي؟ اسمي نور كاظم عبد. نور كاظم عبد؟ اي. من وين نور؟ انا من بغداد. حياك الله نور، نور وين من بغداد؟ الله محياك من الحريه. حياك الله. الله يحيي اصلا. ايه لا بعد هاي ندخل البيت بعد. شلونك نور؟ انت الحمد لله تمام زينه، انت شلونك؟ شنو الاخبار؟ شنو زين شنو او من وين انت يعني انت بس تريد تندلبيه البنيه ليش؟ ليه صوتها حلو؟ ليه صوتها يخبل؟ هي هم قوليها تحب الحلوات. هو يحب الحلوات. انا احبها. مو بيدي. ما يقدر. انا يما حياتي اموت عليك عمري. شد وراك عمري انت. حياتي. نور شلونك؟ نور ايش قد عمرك؟ الحمد لله تمام زينه. ايش قد عمرك نور؟ عمري 29. العمر كله لك ان شاء الله. شد وراك. الله يسلمك، نور انت بفريق ولا فريق دلو؟ لا طبعا ويا فريق دلو. الله يلا يا اما حياتي اسمك دخلي انا في القرعه نور. حياتي. شكرا لاتصالك. شكرا لك. يلا ويا زلو يلا ناخذ اتصال. الو الو رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمك. اهلا وسهلا. هلا بيك. هلا حبيبي. منو وياي؟ الله يسلمك بخير ان شاء الله. سامر امير من بغداد. منو؟ سامر امير من بغداد. سامر امير. سامر امير شنو؟ عبد الجليل. عبد الجليل. ايش قد عمرك سامر؟ والله عمري 18 وانا على ابواب زواج وهسه بيت خطيبتي انا معزومه وخطيبتي تحكي وياكم. اهلا وسهلا اعطينا اياهم. فدوى قلبك اشكرك يعني انت تطب القرعه وياكم اذا يمكن. يلا شنو اسمها؟ الله باب خير وفرج. تتدلل اعطيني اسمها. كريم عليكم ان شاء الله. نضال كمال اسمها خطيبتي هاي وياكم. اعطيني اياها حبيبي. الو الو مرحبا. السلام عليكم. هلا وحبيبي شلونك؟ رمضان كريم. علينا وعليك اجمعين يا ورده. شلونك انا حبيبتي داريا؟ حبيبتي اهلا وسهلا بك، شو وقت تتزوجون؟ ان شاء الله على العيد. على العيد ان شاء الله، زواج مبارك ومني انا حقك الك اسمك دخل ويانا في تسلمين حبيبتي تسلمين كل مرة عمري تسلمين يا ورده، شكرا لاتصالك حبيبي باي باي. هي فائزة كانت؟ فازت ويانا. هي فازت ويانا؟ اي اي فازت. بس يمكن قالت اني شو اسمه زوجها قالت انه انا زواجي على زواج على ابواب زواج في اسمهم. اخذتي اسمها كامل؟ اي اخذت اسمها. طبعا هم فازوا ويانا بجائزه لكونهم عرسان. اي اوكي؟ من المجمع العلوي الطبي. اي بس اسمها؟ ما اعرف هم اخذوا الكنترول. ما اخذتوا اسمها؟ لا
يلا الكنترول. فاحنا نتمنى انه طيب هي ما كفايه اي تتواصلون ويا مجمع العلوي الطبي اسمكم هم فازوا يعني. نعم. يكونكم عرايس يعني. اي جدا حي زوجون علي. يلا ماكو يبوق ماكو جان ها خسرتنا يا سيف. يستاهلون. ليش ايش تسوي؟ ليش؟ يستاهلون والله يستاهلون والنبي يستاهلون. الو ناخذ اتصال. يلا وياش اتصال. ناخذ اتصال. فيصل محمد سليمان. فيصل محمد شنو؟ سليمان من دهوك. نعم تحياتنا لك يا فيصل. شلونك فيصل؟ هلا باختي العزيزه شلونك؟ اهلا وسهلا شلونك انت؟ شلون اهالينا بدهوك؟ شلون؟ شلون اهالينا بدهوك زينين؟ والله حيل زين مرتاحين سلام وامان ان شاء الله على طول يا ربي. فيصل بما انه انت حضرتك اول مره تتصل بينا فيصل؟ لا لا ثالث مره. ثالث مره. فيصل اسمك دخل ويانا في القرعه. ممنون. تابعنا لنهايه الحلقه. خوي خوي صديقي شو ما لابس زي كردي. اها ها يريدون زي كردي. يقول صديقي شو ما لابس زي كردي. ان شاء الله ان شاء الله البس. واحنا وعدناكم الاسبوع الجاي. ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الاخيره حتكون بالزي الكردي ان شاء الله. اللي بالسياره راح تكون القرعه اللي راح تكون بالسياره راح تكون بالزي الكردي. هذا هذا حاليا يدخل بالقرعه مال السياره. نعم يدخل بالقرعه مال السياره. اي دخلت بالقرعه مال السياره. اي شخص يربح ويانا. هلا قلبي شلونك؟ رمضان كريم. شو اخبارك يا حبيبي؟ يا هلا بيك. شلون صحتك انت؟ والله احبك يعني انت خويي صديقي. الله يسلمك ويحفظك الله. طبعا اكيد انت فزت ويانا ودخلت بالقرعه وان شاء الله تكون فائز ويانا. شكرا جزيلا وشكرا لاتصالك. ممنون. يلا عندنا اتصال. يلا. الو. الو. كل عام وانت بخير. الو. يابا الو. انت بخير حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يسلمك غالي. الله يحفظك. من وياي؟ حسن تركي. حسن شنو؟ تركي. حسن تركي عبد الامير. حسن تركي عبد الامير. حسن من وين؟ من المسيب. من المسيب. حياك الله. شلونك حسن؟ حيا ودون الله يوفقك. الله يسلمك. حسن فريقي فريق دلو. لا وياك حبيبي. الله يسلمك. يلا حسن اريدك بدون كل شيء اوكي. ما راح اسالك اي سؤال بس اكو اغنيه شهيره على المسيب اوكي. اي نعم. اريدك تغني لي اياها. اوكي ما راح اسالك اي سؤال. صوتي مو حلو بس اقول لك اياها. يلا ما يخالف ما يخالف خلينا نسمع. اي على جثه المسيب تجيبوني. تغنيها؟ اي والله ما صوتي مو حلو. ها؟ يلا اسمك دخل وياي بالقرعة. شكرا جزيلا شكرا لاتصالك. يلا عندي وياك اتصال. يلا اتصال. يلا الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام اهلا وسهلا. شلونك عيني شو هلا بيك عيني. منو جاي؟ عبد العزيز كريم. منو؟ عبد العزيز كريم. عبد العزيز كريم؟ من بغداد. من بغداد. شلونك عبد العزيز؟ الله يكرمك. ايش قد عمرك؟ 30. 30. اذا شنو تختار؟ ذكريات عراقيه لو فوانيس لو ذكريات شو تقول؟ اوكي اوكي يلا ذكريات. ذكريات. شنو اهتماماتك؟ رياضيه فنيه شنو؟ اي شيء عاد ماكو مشكله. اي شيء اي شيء شوفي لي شيء. يلا تساعديني. يلا صار تدلل انت تشاهدني. ساعدك ليش لا؟ اي تمام. يلا طبعا جبل عراقي في الشعر الشعبي العراقي ومعروف جدا. شنو اسمه؟ الرحمه والخلود طبعا إله. الله يرحمه. الله يرحمه. اسمه؟ يعني تستعدين. دا اشوف صورتي؟ اي دا اشوف صورتك. ما تعرفه؟ لا والله. هذا عملاق يعني بالشعر. عريان ال عريان السيد خلف الله يرحمه. صحيح. حلو رحمه والخلود إله. نعم اكيد شاعر جدا مهم. الله الله يرحمه. اكيد افتقدنا. هو شيء اني مثلا اكو انا كلش احب الشعر. اي اني هم.
تحبين شعر؟ يلا خل اسمع لك شيء. أنا ما أحفظ شعر. بس أنا عندي بيت هيجي بس من عندي يعني مو من عنده يعني مو له لا مو له. مو العريان. بس هيجي بيت يعني إنه استذكارا للشعراء. نعم. بس أقول بي لا بي حيل أرجع ولا بي واهس للعشق. وتعب ماخذ كل حيلي. الله. ولا شفت منك شيء صدق. مبهوم مو كذاب بس كلك مبهم واني خلقي عتق وهمومي كثرت كلش هواي قوست ظهري مثل عمال العتق وبعد لا دورك بسمة ولا قاع خلقي مو الاولي مالي خلق ووقتي كلش وياي مو زين خانقني خنق وانت تدوس بحشاي وانا مثل الغرقان اشهق الهوى شهق الله طوقه يعني انت يعني هاي انت كاتب عيسى؟ ها لا بس انا احفظ وهم انت تحفظ كلش حلو احساسك بصراحه لازم تحول للشعر يلا عندنا له عيسى الفارس عدنا الو اكيد طبعا نوجه تحيه للزميل والصديق العزيز جدا نزار. على قلبي نزار الفارس حبيبي تحياتنا لك نقول له رمضان كريم طبعا اكيد ينعاد عليه بالصحه والسلامه يلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك الله يسلمك شو اخبارك شخبارك الحمد لله تمام رمضان كريم عين علينا وعليك الله يسلمك شكو ماكو شو اخباركم والله الحمد لله تمام يلا خلينا ناخذ اسمك الثلاثي رغد علي حميد رفل علي حميد رغد رغد اوكي رغد عيني رغد تختارين تختارين دلو لا طبعا دلو طبعا دلو هلو هلو طبعا دلو شفت الفرق رغودير ها حبيبتي اسمك دخل يا في القرعه رغد تسلمين حبيبتي هاي فرة ثانية شكرا شكرا تطالب حبيبي رغد انت من وين؟ انا من المسيب ها حياكم الله مو وايد تسلمين تحياتي تحياتي لكم والله العظيم باي باي حياتي رغودة تابعين جمهورنا قوي اي الحمد لله اي والله العظيم طيب هاي اليوم حي على السلامة قطوعة القاها بالتيك توك يلا الو 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 شلونك يا حبيبي؟ حبيب قلبي شو اخبارك؟ رمضان كريم علينا وعليكم بالصحة والعافية ان شاء الله، شلونك شو اخبارك؟ الله يخليك يحفظك، من وياي؟ وياك احمد هاني محمود احمد هاني محمود، شلونك احمد؟ عيوني احمد هادي محمود احمد هادي محمود اوكي احمد شلونك الله يخليك يا حبيبي الله يسلمك احمد ايش قد عمرك عمري 45 45 العمر كله لك ان شاء الله فريقي فريق دلو والله دلو دلو يلا حمودي ابو شهاب دخلي بالقرعه حمودي عيوني اسمك دخل ويانا في القرعه حياتي شكرا لاتصالك يا ورده عيوني باي باي حمودي يلا ناخذ اتصال ناخذ 5 اتصالات اخيره يلا اللي هي طبعا راح تكون اي شخص يتصل بينا بدون اسئله وكذا وكذا يعني بس ينطينا اسمه الثلاثي اسمه مباشره يدخل يانا في القرعه يلا ناخذ اتصال يلا الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك البرنامج؟ إي شاركت، اسمك الثلاثي على السريع. مهند عبد الله أحمد. من وين مهند؟ من بغداد. حياك الله، تابعنا نهاية الحلقة. شكراً اتصالك، ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً عليكم السلام، من وياي؟ بنات أحمد، حوراء أحمد هادي. نعم، تابعينا لنهاية الحلقة، اسمك دخل يانا في القرعة، شكراً اتصالك. يلا. عندنا اتصال اخر يلا الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اسمك الثلاثي اروى رعد علوان اروى رعد علوان
من وين أروى؟ من بغداد. حياك الله، يلا تابعينا نهاية الحلقة. يلا ناخذ اتصال. ألو، رمضان كريم. ألو 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 رمضان كريم. ألو ألو. نذكر برعايانا طبعا الجائزة الأولى مقدمة لكم من مركز برايد بيوتي، وأيضا من مجمع العلوية الطبي، ومركز ماكيرا رنا، وأزياء توفي، بالإضافة إلى جائزة الكبرى اللي هي السيارة. حلو، يلا عندنا اتصال. ألو، اتصال أكو أخير. يلا اتصال أخير وياي. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الثلاثي ومن وين؟ بسرعة. نادية حاتم إسماعيل من بغداد. حياك الله نادية، تابعينا نهاية حقة وإن شاء الله تكونين فائزة ويانا. هنا أنا راح نقطع الاتصال ونوقف كل الاتصالات دقيقة قبل ما يوصل لنا الدورة ونشوف نعم. منو اللي فاز اليوم، وطلبوا هم شوي خفيف. أنه لازم خفيف. اي اوكي. نذكر برعاياتنا. يلا. من طبعا جائزتنا هي مقدمه من مركز برايد بيوتي ومجمع العلويه الطبي وبعض وازياء توفي، ازياء توفي، ومركز ماكيرا رنا. دائما وابدا اذكر جوائزنا هي جوائز مو نقديه، فاتمنى انه هذا الشيء انه تعرفونه. هذا الدوره يلا اليوم رادا وي رادا لو خافين كسر. يلا بعد، يلا جيبي الكاس، جيبه جيب. يلا سو الاوراق الاربعه اللي راح توقع هم الفائزين. اوكي. هاي انا واحد، انا واحد، هاي وحده. كافي كافي حق الله. زين خلينا نخلي الورق على الطاوله. طبعا شوفوا اربع الاسامي، اربع اسامي موجوده ويانا. يلا هاي اثنين لك، اثنين لك، اثنين لك. شفتوا اليوم اخترعنا لكم شغله جديده. ايه. شكرا للمخرج يعني. طبعا. اكرم محمد جميل من بغداد. اتصال اول يمكن. فاز ويانا بجائزه مقدمه من مركز ماكيرا رنا. حلو. يلا عندنا الاسم الثاني. جعفر رائد من بغداد. جعفر رائد من بغداد، فزت ويانا بجائزة مقدمة إليك من مركز برايد بيوتي. وفاز ويانا فارس سعيد رشيد من دهوك من إقليم كردستان. فزت ويانا بجائزة مقدمة إليك من أزياء توفي. نعم. يلا وعندنا هذا الاسم الاخير سعيد الحاظ. اي كلهم ولد. عمار خميس من بغداد. كلهم ولد. وجوائز تجميليه نسائيه وماكو هيك ضيم. فزت ويانا بجائزه مقدمه لك من مركز العلويه الطبي. الطبي. ذكري بجوائزنا، جوائزنا اليوم الاربعه فارس سعيد رشيد من الهوك، واكرم محمد جميل من بغداد، جعفر رائد، وايضا عمار خميس. طبعا نبارك هاي لكل الفائزين ويانا، بالاضافه نبارك اللي احنا فازوا ويانا اثنين، احنا فوزناهم. اي هذول مساعده من عندنا لهم لان بسبب الاتصالات يعني مالتهم، وفوزنا واحد على مود يقولون ليش فوزتوا، لان هو على الرئيس. اي اوكي هم تحياتنا. اي شويه جابك عظيم وقبلونا. يلا طبعا اللي يكثف اتصالاته يعني اكثر من مره يتصل ويانا، طبعا عندنا جوائز احنا من يمنا نعطيها. يعني مثلا اكو وحده فازت افراح، يمكن افراح عبد المنعب من النجف فازت ويانا بدون قرعه، لان هي المره الرابعه والخامسه هي تتصل بينا يعني دخلت ويانا. فتكثفوا اتصالاتكم بامكانكم تربحون بالجوائز اليوميه اللي احنا نقدمها. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والازغاش. اكيد شكرا لجدايه. اكيد شكرا لك عيسى. وصلنا وياكم حبايبنا مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والخير. نلتقيكم يوم الاربعاء القادم بحلقة جديدة من برنامج لعبتنا نار. تحياتنا لكم، باي باي. يلا مع السلامة.